السلام عليكم. السلام عليكم. شلونكم؟ الله شلونكم؟ زينين والله. الله يحفظك. انتم صحبان علي؟ اي نعم. اخوته ان شاء الله. قلت له امها تجيب احدان تبي تقوم طالري ليها. وابني مضغته البارود فاطم تحلى سرقيه. بطل عنوان ومنكس البيرية بطل عنوان ومنكس البيرية ولا يقعد بنصة ولا مجرية بطل عنوان. نشكر جهودكم الحثيثة في متابعة أخواننا من الشهداء والجرحى، ونتمنى لكم الموفقية على عملكم اللي إن شاء الله تقومون به في تسمية عدد كبير من الشوارع والجسور بعد استحصال الموافقات الرسمية لهؤلاء الشهداء الأبطال الذين ضحوا في سبيل العراق بأغلى ما يملكون وهي النفس. وهذا شيء قليل نقدمه لهؤلاء الأبطال لغرض يبقون في ذاكرة العراقيين وفي ذاكرة أهاليهم ومحافظاتهم لما قدموه من إنجازات عظيمة وتضحيات عظيمة في سبيل العراق وفي سبيل تطهير أرض العراق وإرجاعها إلى حضن الوطن من خلال المعارك التي دارت في جميع محافظات العراق. فأبطال الفرقة المدرعة التاسعة يستاهلون كل التقدير والاحترام من الشهداء والجرحى وأهاليهم. بحسب توجيهات السيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وبإشراف مباشر من قبل قائد الفرقة المدرعة التاسعة وتثمينا وعرفانا لموقف الشهداء البطولي، أنجزت لجنة متابعة شؤون الشهداء والجرحى في الفرقة المدرعة التاسعة جميع الإجراءات الخاصة بتسمية عدد من الشوارع وإحدى الجسور في المحافظات العراقية، وبالتنسيق مع الحكومات المحلية. إعلام وزارة الدفاع سيوثق تلك الإنجازات. ابقوا معنا. تم اليوم تثبيت اللوحة التعريفية باسم الشهيد علي إجباري كاظم الصيادي، وذلك تثمينا للدور البطولي الذي أداه في الدفاع عن العراق العظيم والذي يعتبر مفخرة لقضاء الموفقية وأهالي قضاء الموفقية. شكرا جزيلا. عائلة شهيد نسألكم اليوم ابنكم مخلد إن شاء الله في التاريخ، أجركم عند الله إن شاء الله كبير، شعوركم اليوم واسم ابنكم الشهيد البطل صار رمز اليوم في منطقتكم؟ والله احنا شعورنا بناحية الموافقية او محافظة واسط او العراق كافة، شعورنا احنا من جيتونا هسه، يعني احنا باعتبار شرف ان باعتبار هسه ابننا، يعني احنا نفتخر به راح في سبيل الوطن في سبيل هاي الامة في سبيل الاجيال القادمة. اليوم جاء ممثلو وزارة الدفاع الفرقة التاسعة إلى قضاء الدوايا لغرض نصب لوحة تعريفية باسم الشهيد ياسر خفي، وذلك تخليدا لذكراه، وهذا أقل ما نقدمه للشهيد وتقدمه الفرقة، وإن شاء الله هم جادين في أعمالهم خلال ما لاحظناه خلال الفترة السابقة ومتابعتهم لعوائل الشهداء. احنا نتشرف بالشهيد ونشرف بوصولكم لنا، واهلا وسهلا وحياكم الله، واحنا ان شاء الله ماضين على هذا الطريق شياب وشباب، كل احنا ماضين على هذا الطريق
ضد كل واحد يتلعب بالعراق ويتلعب خيرات العراق. توجيه من السيد معالي وزير الدفاع المحترم ورئيس أركان الجيش المحترم وقائد الفرقة المدرعة التاسعة المحترم لواء 34 كتيبة الدبابات الثانية، تعزي ذوي الشهيد وأقل شيء قدم الحق الشهيد بأنه سوينا له شارع باسمه باسم الشهيد ياسر الله يرحمه رحمته الواسعة، هذا أقل شيء قدمه إلى أهلنا، وإحنا مستمرين على هذا النهج بأن كنا إن شاء الله يعني فدا الوطن وهو راح يعني فدا العراق. جيتكم وإن شاء الله كل إحنا فداء للوطن، وأنا فخور بكم وبي ابنك بطل كلنا فخور. أنا عارفه ابني ومجربه وربيته وهو صغير وعارفه بطل وقتها، وإن شاء الله أنتم قتها أكثر، وما ننقل إلا تحياتنا لكم ولكل الفرقة وزارة الدفاع. تسمية الشوارع بأسماء شهداء الجيش العراقي الأبطال أقل تكريما لتضحياتهم، فهم جنود الحق وعز الوطن وفخر الأهالي. من ناحية الغراب في محافظة ذقار لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني.